As cases increase, we are continuing to recommend that all countries make containment their highest priority. بعد أكثر من 3000 حالة وفاة، أدهانوم يطالب دول العالم بأن يكون احتواء كورونا بصدارة الأولويات. كما قلنا، أدت إلى استشهاد أحد أبنائنا عقب هجوم انتحاري هشام المشميشي. وزير داخلية تونس يعلن مقتل رجل أمن وإصابة 6 آخرين. واشنطن تعرقل إعلانا في الأمم المتحدة يدعم اتفاقا لروسيا وتركيا لوقف إطلاق النار في إدلب السورية. السابعة صباحا في القاهرة، الخامسة بتوقيت غرينتش، موعد لنشرة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل. أهلا بكم، نبدأها بعد الفاصل. نبدأ من القاهرة التي أكدت فيها وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد على سلبية نتائج تحاليل أجريت ل 2166 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بداية من شهر يناير الماضي. وقالت الدكتورة هالة زايد إن نتائج هذه التحاليل أكدت أيضا حمل 15 شخص لفيروس كورونا المستجد، من بينهم 12 حالة على متن باخرة نيلية قادمة من أسوان إلى الأقصر. في القاهرة أيضا، وجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة عمل منظومة الحجر الصحي البيطري بسائر ربوع مصر على مدار الساعة لمواجهة أي أوبئة. فور الإعلان عن وجود فيروس كورونا في عدد من دول العالم، شدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على جميع منافذ الحجر على مستوى الجمهورية بضرورة تكثيف الفحص لجميع الواردات الغذائية. الدكتور أحمد عبد الكريم رئيس الإدارة المركزية للحجر الصحي البيطري قال أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لفحص كافة الحيوانات الواردة. كانت تعليماتنا مباشرة لفحص جميع الواردات اللي ممكن ترد منطقة جنوب شرق آسيا. طبعا جيبش منهم واردات غذائية، بنجيب منهم معدات ونجيب منهم معدات سواء حيوانية أو معدات للدواجن وكده. كل المعدات خضعت للفحص، رغم ان كانت وصولها في المملكه المصريه كانت بس مشحونه اكثر من شهر قبل الاعلان الفيروس، لكن خضعنا جميع المعدات وجميع المنتجات القادمه من جنوب شرق اسيا وجنوب الصين للفحص. وفي نفس الوقت بدنا نعمم بقى على كل بلد يعلن فيها انتشار الكورونا ان كله لازم تعمل سحابات ولازم يتحلل فيروس كورونا. وتاتي تلك الاجراءات ضمن خطه الحكومه المصريه لمواجهه تهديدات تسلل فيروس كورونا المستجد للبلاد وحمايه المواطنين من مخاطر الاصابه. ان الحجر البيطري كجزء من الهيئه العامه للخدمات البيطريه بيقوم بكافه الاجراءات الاحترازيه، مش بس لمقاومة دخول فيروس كورونا ولكن لكل الأمراض الوبائية والمعدية كحائط صد بيمنع دخول الأمراض دي لمصر. أي مواد غذائية أو ذات أصل حيواني، لحوم، أسماك، دواجن، إضافات أعلاف، كواشف بيطرية، أي حاجة ليها علاقة منتجات غذائية أو أي علاقة بالطب البيطري بيتم سحب عينات منها. في جزء في عينات بتتفحص هنا في فرع المعمل بالمطار، وفي عينات تانية نظر الإمكانيات الكبيرة في معهد الرئيسي في الدقي. هذا وتحرص وزارة الزراعة وكافة أجهزتها على التأكد من تطبيق كافة الاشتراطات لضمان سلامة المواطنين وصحتهم، وذلك بالتنسيق أيضا مع كافة الوزارات المعنية.
باعتباره خط الدفاع الأساسي عن صحة المواطن المصري، اتخذت منظومة الحجر الصحي البيطرية العديد من الإجراءات الاحترازية المشددة لفحص كل ما له علاقة بالأصل الحيواني، حرصا على صحة وسلامة المواطن المصري. من مقر الحجر الصحي البيطري بمطار القاهرة الدولي، أمل صبري، النيل. قال جعفر علاوي وزير الصحة العراقي أن بلاده اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، من بينها وقف دخول وافدين أجانب. إيقاف دخول الوافدين الأجانب القادمين من الدول فرنسا وإسبانيا، يعني إيقاف حركة التبادل التجاري في المنافذ البرية مع جمهورية إيران الإسلامية ودولة الكويت من تاريخ 8 آذار 2020 ولغاية 15 آذار 2020، ويراجع هذا القرار بحسب مستجدات الإصابة ورؤية وزارة الصحة والبيئة وتقييمها. وطالب جعفر علاوي وزير الصحة العراقي العراقيين المقيمين في إيران التي تعاني من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا بسرعة العودة لبلادهم. حث العراقيين المقيمين في جمهورية إيران الإسلامية بالعودة إلى أرض الوطن لغاية تاريخ 15 آذار 2020، وبعد هذا التاريخ ستغلق المنافذ الحدودية كافة عن استقبال العراقيين باستثناء مطارات بغداد والبصرة والنجف وأربيل. إيران هي ثاني بؤرة في العالم بعد الصين من حيث انتشار فيروس كورونا المستجد. عدد الوفيات ارتفع إلى أكثر من 120 وفاة وأكثر من 4800 مصاب. الساعات 24 الأخيرة سجلت فيها إيران أرقاما مرتفعة من حيث عدد الوفيات والإصابة، وأرجعت السلطات هذا الأمر بسبب استمرار تنقل المواطنين بأعداد كبيرة بين المدن، وهو ما يسهم في انتشار المرض. ودعت السلطات الإيرانية مرارا السكان إلى تجنب ارتياد الأماكن العامة والبقاء في المنازل، كما أغلقت الجامعات والمدارس والمراكز الثقافية والرياضية في أنحاء البلاد حتى إشعار آخر. وتعد إيران هي الدولة الأكثر إصابة في منطقة الشرق الأوسط، وسجلت معظم دول الخليج حالات الإصابة على أراضيها لأشخاص إما سافروا إلى إيران أو انتقل إليهم المرض من إيرانيين. ومع تزايد المخاوف الدولية من تقاعس السلطات الإيرانية في احتواء الفيروس، أعلنت عدد من الدول أنها ستحظر الرحلات الجوية المباشرة مع إيران خشية انتقال الوباء إليها. وتكتمت إيران في بداية الأزمة عن حقيقة الأمر ومدى انتشار كورونا على أراضيها وحصيلة الوفيات والمصابين جراء الفيروس، وهو ما دفع دولا عدة وفي مقدمتها الولايات المتحدة لاتهام طهران بإخفاء معلومات عن الوباء. طالب تدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية دول العالم بأن تكون عملية احتواء فيروس كورونا في صدارة أولوياتها. As cases increase, مع تزايد الحالات نواصل توصية كل الدول بجعل احتواء تفشي فيروس كورونا في صدارة أولوياتها. نواصل دعوة الدول لإيجاد كل الحالات واختبارها وعزلها ورصد كل من يقترب منها. إبطاء تفشي الفيروس ينقذ أرواحا ويوفر الوقت للاستعداد والبحث والتطوير. وقال تدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية إن عمليات بحث جارية الآن للتوصل لعلاج لفيروس كورونا لإنقاذ الكثير من الأرواح بسائر أنحاء العالم. The R&D roadmap focuses on research that can save lives. خارطة طريق البحث والتطوير تركز على البحث الذي يمكنه إنقاذ الأرواح الآن، كما أن أولويات البحث طويلة المدى تركز على اللقاحات والعقاقير. تنسيق جهود البحث أمر حيوي كي تكمل مجموعات حول العالم عمل بعضها البعض، ومن ثم تستطيع منظمة الصحة العالمية تقديم النصائح بشكل أفضل، وتتمكن الدول من اتخاذ قرارات قائمة على أدلة من شأنها إنقاذ الأرواح. لذا طورت منظمة الصحة العالمية مجموعة بروتوكولات أساسية تحدد معايير إجراء الدراسات
وجمع البيانات الحيوية. And pull data from multiple. كورونا يواصل انتشاره حاصدا أرواح الآلاف حول العالم. أكثر من 100,000 مصاب جراء الفيروس المستجد، ونحو 3,500 وفاة، بينهم نحو 3,400 في 91 دولة ومنطقة. وتعد الصين من دون هونغ كونغ وماكاو، حيث ظهر الوباء للمرة الأولى في أواخر ديسمبر، الأكثر تضررا، حيث أصيب أكثر من 80,000، توفي منهم أكثر من 3,000 وفاة، كما تم عزل عشرات الملايين من الأشخاص. أما بالنسبة للدول الأكثر تأثرا بعد الصين فتأتي كوريا الجنوبية وإيران وفرنسا. في غضون ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية إنها تعمل على تطوير لقاحات لمواجهة كورونا المستجد، لكنها قالت إنه من غير المتوقع أن يختفي الفيروس في الصيف. وقالت المنظمة إنها تنتظر نتائج اختبارات نحو 20 لقاحا لفيروس كورونا، داعية إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهته. وأكدت المنظمة أن حظر السفر هو إجراء احترازي متبادل بين الدول في حالات الوباء، مشيرة إلى أن أمامها عملا كبيرا حول العالم لمواجهة فيروس كورونا. وبات فيروس كورونا المستجد المعروف بوباء كوفيد-19 منتشرا في كل القارات باستثناء أنتاركتيكا، ما قد يكلف اقتصادات منطقة آسيا المحيط الهادئ هذا العام 211 مليار دولار، وقد يخفض نموها إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 10 سنوات. وقد يؤدي الوباء الذي يتسبب باضطرابات في الحياة اليومية في عدد متزايد من الدول إلى توتير العلاقات بين الدول، بدءا من اليابان وكوريا الجنوبية. وهددت سول بالرد على تدابير حجر غير منطقية تفرضها طوكيو على الأشخاص الوافدين من كوريا الجنوبية، واتهمت اليابان بأن لديها دوافع سياسية خفية. ويتخذ العديد من البلدان إجراءات منع من الدخول أو فرض الحجر الصحي على المسافرين الآتين من بلدان متأثرة بالوباء. وقد فرضت 36 دولة بالفعل حظرا تاما على دخول الواصلين من كوريا الجنوبية وفقا لسول، واتخذت 22 دولة أخرى إجراءات فرض الحجر الصحي. قال أنجيليو بوريلي المفوض الإيطالي الخاص بفيروس كورونا إن 49 شخصا توفوا جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة. أحدث الإحصائيات هي 109 مصابين تم شفاؤهم، ليرتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد إلى 523 شخصا. عدد الوفيات الجديدة جراء الفيروس 49 حالة وفاة، 37 منها فقط في لومباردي. أعمار الحالات المتوفاة يتراوح ما بين 69 عاما إلى 95 عاما، وهم أشخاص ضعيفون ويعانون من مشاكل صحية. أعلن هشام المشيشي وزير داخلية تونس مقتل رجل أمن وإصابة 6 أشخاص آخرين إثر هجوم انتحاري استهدف رجال أمن بالقرب من السفارة الأمريكية بالعاصمة تونس. إذا العملية صارت على الساعة 11 من صباح هذا اليوم بمنطقة بحيرة فنين، واستهدفت تشكيل من تشكيلات قواتنا الأمنية المتواجدة على عين المكان، واللي تأمن في إطار النسيج الأمني الطريق العام. دونك كما قلنا أدت إلى استشهاد أحد أبنائنا، والجرح خاصة كما قلنا تدل على تخبط هذه الجماعات اللي لن يزيد ذلك من جانبنا إلا إصرار على القضاء عليه. هذه هي المعطيات الأولى اللي حبيت أن نفيدكم بها. هجوم انتحاري جديد ومفاجئ تشهده العاصمة التونسية. وزارة الداخلية التونسية أعلنت مقتل عنصر أمني وإصابة 6 أشخاص جراء هجوم انتحاري نفذه مهاجمان استهدفا قوات الأمن القريبة من مقر السفارة الأمريكية في العاصمة، في هجوم هو الأول منذ نحو 9 أشهر عندما استهدف هجوم مزدوج قوات الأمن التونسية
وأسفر عن مقتل شخصين. الهجوم أسفر عن مقتل المهاجمين الاثنين وإصابة 5 من عناصر الأمن بإصابات طفيفة، إضافة إلى إصابة سيدة تونسية. وزير الداخلية التونسي هشام المشيشي قال إن المهاجمين استعملا عبوة ناسفة بدائية الصنع في الهجوم، غير أنه لم يكشف عن هوية منفذي الهجوم الذي وصفه باليائس. مصادر في الشرطة التونسية أفادت بأن المهاجمين كانا يقودان دراجة نارية واقتربا من نقطة الارتكاز الأمني وفجرا نفسيهما. الوزارة شددت على أن الدورية الأمنية القريبة من مقر السفارة الأمريكية هي التي كانت مستهدفة بالهجوم وليس السفارة. الداخلية التونسية وضعت كافة الوحدات الأمنية في حالة تأهب قصوى لمواجهة مخاطر محتملة، فيما هرعت عناصر الأدلة الجنائية إلى موقع الهجوم بواسطة مروحية، وفتحت سلطات مكافحة الإرهاب تحقيقا في الهجوم. المتحدث باسم مكافحة الإرهاب سفيان سليتي قال إن المهاجمين استخدما كمية كبيرة من المتفجرات، وإن تحاليل الحامض النووي ستؤكد هوية المنفذين. وقدم رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ تعازيه لعائلة رجل الأمن، داعيا لتوحيد الصفوف حول الوطن ورفض كل أشكال العنف. بدوره شدد الرئيس التونسي قيس سعيد خلال زيارة إلى المستشفى حيث يعالج الجرحى على أهمية معالجة الإرهاب وفق مقاربة لا تعتمد على الجانب الأمني فحسب، بل وفق مقاربة اجتماعية وثقافية تساهم في القضاء على أسباب تلك الآفة بحسب بيان للرئاسة. في مدينة نيويورك عرقلت الولايات المتحدة تبني مجلس الأمن الدولي إعلانا يدعم اتفاق روسيا تركيا على وقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية. كانت موسكو دعت لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية. سماء إدلب خالية من الطائرات بعد أيام كانت أصواتها وقذائفها المشهد الرئيس للمحافظة السورية لمدة أشهر، ما أدى إلى مقتل العشرات ونزوح نحو مليون شخص بموجب اتفاق توصل إليه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان. الاتفاق وإن كان قد وضع حدا للمعارك التي كانت إدلب ساحة لها، إلا أن الغموض الذي يكتنف العديد من بنوده يجعل من الصعب التكهن بمدى قدرته على الصمود وعدم العودة إلى مربع المواجهة من جديد. أبرز النقاط التي يتجاهلها الاتفاق مصير مئات آلاف اللاجئين المتكدسين على الحدود السورية التركية، وكذلك النازحين الذين أعرب بعضهم عن رفضهم للاتفاق. نحن متأملين باجتماع امبارحة أن يطلعوا بنتيجة يرجعوا العالم على دوره، واليوم يوم بيقولوا أنفور أربعة وأنفور خمسة. نحن هذا ما بيناسبنا، هذا الروسي يشير دوريات في بلادنا وفي منطقتنا. نحن تهجرنا من تحت ضرب النظام وضرب الروس، وبيرها عملوا اجتماع مشان انه قال تسير دوريات عندنا في المنطقة وتروح المنطقة اللي عندنا كرمال الروس كرمال هاي. نحن طفشنا من عند الروس والنظام لأجل ما نعيش تحت رحمته ولا تحت رحمة النظام. ولا يتضمن الاتفاق كذلك أجوبة لمسألة نقاط المراقبة العسكرية التركية الموجودة في مناطق سيطرت عليها القوات السورية مؤخرا. الخبراء يؤكدون أن هذا الاتفاق تكتيكي ولا يحل كل الخلافات بين أنقرة وموسكو، وأنه من غير الواضح ما إذا كانت القوات السورية ستنسحب بموجب هذا الاتفاق. وأدى التصعيد الأخير في إدلب إلى انهيار اتفاق سابق ما بين تركيا وروسيا تم التوصل إليه في عام 2018 في سوتشي بهدف وقف المعارك في المحافظة التي تشكل المعقل الأخير لمجموعات إرهابية وفصائل مسلحة في سوريا.
وقد يواجه الاتفاق الجديد المصير نفسه، لا سيما أنه لا يقدم حلا دائما لإدلب بل مجرد تجميد للمعارك. الرئاسة الفرنسية اعتبرت الاتفاق يتضمن عددا من النقاط الغامضة، كما أن وقف إطلاق النار هش ومؤقت لأن القوات السورية عازمة على استعادة إدلب والقضاء على الإرهابيين هناك. وتتعاون أنقرة وموسكو بشكل وثيق في الملف السوري منذ عام 2016 رغم مصالحهما المتباينة في هذا البلد، لكن التصعيد الأخير في إدلب هدد بوقوع قطيعة بين البلدين تم تفاديها في نهاية المطاف. الله أكبر، جيبوا جيبوا سلامتك يا حسين. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن التعديلات الدستورية الروسية تهدف لضمان مستقبل واعد لكل الروسيين. لماذا لا أريد إلغاء القيود؟ ليس الأمر أني أخشى من نفسي، لن أفقد عقلي، الأمر لا يتعلق بي. إننا نجري تعديلات دستورية ليس لمدة 5 أو 10 سنوات لكن 30 إلى 50 عاما على الأقل. إنه للمستقبل وليس للحاضر. الاستقرار والتنمية الهادئة للبلاد قد تكون أكثر أهمية الآن. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده سوف تعاني في غياب سلطة رئاسية قوية. روسيا سوف تعاني دون سلطة رئاسية قوية. بلدنا يفتقر إلى أحزاب سياسية مستقرة بخلاف أوروبا حيث تطورت الأحزاب عبر قرون، ومع ذلك تعاني أنظمتهم البرلمانية من أوجه خلل. وبلدنا معقد، نظامها البرلماني مستحيل وسيكون مدمرا بالنسبة لنا. قال رئيس وزراء اليونان كارياكوس ميتسوتاكس أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الذي أدى منذ عام 2016 إلى الحد من الهجرة إلى أوروبا بات ميتا. مصادمات جديدة تشهدها الحدود اليونانية التركية بين الشرطة اليونانية التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والمهاجرين الذين ردوا برشق عناصر الأمن بالحجارة في وقت حذر فيه الاتحاد الأوروبي اللاجئين من أن أبوابه مغلقة. مئات المهاجرين تجمعوا بعد هذه المناوشات أمام مركز بازاركولي الحدودي على الجانب اليوناني مطالبين السلطات اليونانية بفتح الحدود. وبعدما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن فتح الحدود مع اليونان توجه عدة آلاف من المهاجرين إليها في مشهد يذكر بما حدث خلال أزمة الهجرة التي هزت أوروبا عام 2015. أردوغان شدد خلال اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل على أن الآليات القائمة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن الهجرة لا تجدي نفعا ويجب إعادة النظر فيها. الاتحاد الأوروبي ناشد المهاجرين في تركيا عدم التوجه إلى الحدود اليونانية أو محاولة انتهاكها، مؤكدا أن الحدود مغلقة وأن أي تشجيع على ذلك من جانب السلطات التركية لا بد أن يتوقف. بدورها اتهمت السلطات اليونانية القوات التركية بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الدخانية على الجانب اليوناني من الحدود. كما أكدت أثيرا أن السلطات التركية توزع أدوات لقطع الأسلاك التي تمنع المهاجرين من العبور إلى الجانب اليوناني. وأمام الحدود البرية المغلقة بإحكام لجأ مئات المهاجرين للبديل وعبروا البحر وصولا إلى الجزر اليونانية ليزداد الموقف تعقيدا، حيث يرفض سكان الجزر اليونانية خطط بناء مخيمات جديدة للاجئين أو استيعاب اللاجئين والمهاجرين الجدد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المرشح الرئاسي الأمريكي الديمقراطي المحتمل جو بايدن سيدمر حياة الأمريكيين في حالة فوزه بالرئاسة الأمريكية. إنه يساري ولقد جمع حوله أشخاصا كلهم من اليسار. إنه أسوأ من بيرني ساندرز من نواحي عدة. انظروا ماذا فعل في ملف الأسلحة. لقد اختار بيتو أوروكي لتولي مهمة الرقابة على الأسلحة. بيتو يريد التخلص من الأسلحة، أليس كذلك؟ وهذا سيء.
هذا موقف سيء، لقد اختار عددا كبيرا من اليساريين لإدارة الحكومة، إنه لن يدير أي شيء بنفسه إذا وقع عليه الاختيار. لديهم أشخاص أكثر يسارية ممن اختارهم بيرني ساندرز، سوف يرفع الضرائب أكثر من بيرني وهو صريح في هذا الشأن. بيرني لا يحب التحدث عن الأمر. بالنسبة لي، جو بايدن بزيادة الضرائب الهائلة التي يقترحها سوف يدمر كل شيء تم بناؤه. في القاهرة أعلنت وزارة الداخلية تواصل أعمال وفعاليات مبادرة كلنا واحد بمنطقة الواحات البحرية. كل اللي يحب بلد وبلد بتحبه كده. بكل ما تحمله من دعم ومساعدات وخدمات للمواطنين، ومستهدفة المناطق الأكثر احتياجا، تتواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية. تحت مظلتها انطلقت القوافل الإنسانية والاجتماعية والخدمية متجهة إلى الواحات البحرية بالجيزة، وبرغم بعد المسافة فإن وزارة الداخلية حرصت على التوجه بهذه المساعدات إلى الأهالي هناك لدعمهم، وتم توزيعها عليهم، كما تم التوجه إلى أماكن إقامتهم وتسليمهم مساعدات عينية، وهو ما يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتنمية المجتمع. طبعا دي حاجة كويسة، وحاجة طبعا الحيز منسية وبعيدة عن الواحات البحرية أساسا، وبعدين لما تيجي حاجة مبادرة من السيد رئيس الجمهورية ويجي سيادة مدير الأمن وزارة الداخلية كلها تتم الحيز، دي حاجة كويسة وشرف لينا طبعا، والناس سعيدة جدا واستقباله، والناس بترحب بحاجة زي كده. التحام الشعب مع الشرطة ده يفرحنا، يفرح كل الناس ان في التحام بين الشعب وبين الشرطة. متشكرين الرئيس ومتشكرين المجموعة اللي جت زارتنا في الواحات، شرفتنا ونقول تحيا مصر. ضمن القافلة خدمات قطاع الأحوال المدنية من خلال توفير خدمة استخراج بطاقات الرقم القومي مجانا لهم، ما يوفر لهم الوقت والجهد في التوجه إلى وحدات الأحوال المدنية، إضافة إلى خدمة الكشف الطبي المجاني على الأهالي هناك من خلال أطباء في مختلف التخصصات من قطاع الخدمات الطبية بالوزارة، مع صرف العلاج اللازم لهم دون مقابل، وهو ما أشاد به المواطنون. القوافل دي بصراحة حاجة حلوة وسط البلد هنا، وخدمات ملموسة الصراحة. وبالنسبة للاهتمام بينا، فبعد 400 كيلو من القاهرة و500 كيلو، وانهم جايين لغايه هنا متابعيننا بكل الوجود وكل الاحترام اللي احنا طالبينه. احنا نشكر السيد رئيس الجمهوريه الفتاح السيسي على مبادرته معانا وحنيته لينا وعطفه علينا الواحات البحريه. انا احساسي ان مصر بخير الحمد لله، وفيه امن وامان عندنا في مصر والحمد لله، وربنا يديمها علينا نعمه. القرى والمناطق الاكثر احتياجا والنائيه هي هدف متواصل لمبادره كلنا واحد لتوفير رعايه افضل للمواطنين قاطني تلك المناطق ودعمهم، وهو ما تسعى اليه وزاره الداخليه وتحرص على استمراريته لضمان استفاده جميع المواطنين من هذه المبادره. عبد الله بركات للتلفزيون المصري. نشرة السابعة مستمرة، وفيها بعد الفاصل. أوبك تختتم اجتماعها دون التوصل لاتفاق بشأن خفض الإنتاج. إلى أخبار الاقتصاد. في القاهرة بحث وزير النقل كامل الوزير مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع عددا من الموضوعات المشتركة التي تخدم حركة التجارة مع عدد من الدول الإفريقية. الاجتماع شهد أيضا مناقشة سبل دفع وتعميق العلاقات الاقتصادية بين مصر وتشاد من خلال دراسة تنفيذ الطريق البري بين مصر وتشاد ليكون بوابة للتجارة بين البلدين ومع دول غرب إفريقيا. تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مجددا في أغلب البنوك العاملة بالسوق المصرية مع تقلص المخاوف من انتشار فيروس كورونا عالميا. سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري تراجعا بمقدار قرش واحد ليصل إلى 15 جنيه و58 قرش للشراء و15 جنيه و71 قرش للبيع.
في أسواق المعادن النفيسة شهدت أسعار الذهب ارتفاعا بمقدار جنيه متأثرا بالزيادة في تعاملات البورصة العالمية ووصول أوقية الذهب إلى 1670 دولارا للأوقية. ولامس جرام الذهب عيار 21 مستوى 722 جنيه. في مدينة فيينا قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي عقب فشل منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وروسيا شريكا رئيسي ضمن تحالف أوبك زائد في التوصل إلى اتفاق بشأن خفض إضافي في إنتاج الخام أن لا أحد سيكون مضطرا إلى خفض الإنتاج. بالنسبة لتخفيض إنتاج النفط وبالأخذ في الاعتبار القرار الذي تم اتخاذه اعتبارا من مطلع إبريل هذا العام، فإن البلدان الأعضاء في أوبك لن يكون عليهم أي التزام بتقليص إنتاج النفط. من جانبه قال محمد باركيندو أمين عام منظمة أوبك أنه يجب مواصلة السير باتجاه جماعي لاتخاذ القرار في أوبك. نحن لا نتخذ قرارات أحادية الجانب. منذ إعلان التعاون اتفقنا مع بعضنا البعض على العمل معا، ولقد أثبتنا ذلك، ولا حاجة كي نوقف ذلك التقليد. لنتحلى بالصبر فحسب. العمل مستمر، بالطبع الاجتماعي تأجل لكن العمل مستمر. محاولة يائسة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لكنها باءت بالفشل. منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك سعت هي وروسيا شريكها الرئيسي في التوصل إلى اتفاق بشأن فرض خفض إضافي في إنتاج النفط الخام بغية كبح جماح تراجع أسعار النفط التي تأثرت بتفشي فيروس كورونا المستجد. وأدى تفشي فيروس كورونا المستجد إلى تراجع كبير في أعداد الرحلات الجوية ومن ثم تراجع الطلب على الوقود، كما أن القطاع الصناعي في الصين تأثر بشكل كبير جراء قيود السفر وقرارات الإغلاق الاحترازي لوقف تفشي الفيروس. الموقف الروسي كان واضحا حتى قبل بداية الاجتماع، ذلك أن مصادر روسية أكدت أن موسكو لن تؤيد الدعوة لتخفيضات إضافية في إنتاج النفط وأنها ستكتفي بالموافقة فحسب على تمديد التخفيضات الحالية التي تنفذها أوبك وحلفاؤها في المجموعة المعروفة باسم أوبك بلس. وعقدت جلسة مفاوضات مطولة خرج بعدها وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ليعلن أن دول المنظمة ودول التحالف أوبك بلس لن تكون مضطرة إلى خفض الإنتاج. كانت أوبك قد اقترحت على موسكو وتسع دول أخرى شريكة خفضا إضافيا جماعيا بما يعادل 1.5 مليون برميل يوميا لعدم إفساح الفرصة أمام انتشار الفيروس بتقويض الجهود الصعبة التي تم التوصل إليها منذ عام 2017 للحفاظ على استقرار الأسعار في سوق تشهد فائضا في الإنتاج. الاجتماع ونتائجه المخيبة لأمال المنظمة جاء وقعه قويا على أسعار النفط التي تراجعت الجمعة لأكثر من 9% لتبلغ أدنى مستوياتها منذ منتصف عام 2017. ومنذ مطلع 2017 تعهد تحالف دول أوبك بلس بخفض الإمدادات السوقية بوقع 1.2 مليون برميل يوميا، وفي ديسمبر زادت المنظمة هذا الخفض بواقع 0.5 مليون برميل يوميا، في حين قلصت السعودية وحدها إنتاجها إلى 400,000 برميل إضافية. وترى كبرى الشركات النفطية الروسية أن أي برميل يتم سحبه من السوق يعني تراجعا في الإيرادات المالية ومخاطر خسارة حصص من السوق للولايات المتحدة التي تغرق العالم بنفطها. أخبار الطقس مشاهدينا الكرام بعد فاصل قصير. في القاهرة يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، أما على الوجه البحري فيكون مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا. We'll be right back.
من القبح إلى الجمال، مهمة اتخذها فنان يمني للتغلب على ما تمر به بلاده حاليا من أحداث دامية. يجد فنان يمني الجمال مخبأ في آخر مكان يمكن توقعه، صندوق القمامة. ببساطة يقوم بجمع وتجديد القطع المهملة ثم يحولها إلى قطع فنية، فمن أكوام العلب المعدنية التالفة وشظايا الخشب وعظام الحيوانات يجد الفن طريقه إلى يد الفنان اليمني ياسين غالب. بيت أنه أشغل نفسي بشيء أستمتع فيه، وأيضا أعلم نفسي وأعلم اللي حواليه خاصة أبنائي أنه إذا أمعنا النظر في الأشياء حتى في القمامة نجد شيء جميل، يعني فنجمل القبح. لا يحتاج الفنان اليمني ياسين غالب إلى القيام برحلة باهظة الثمن إلى متجر مستلزمات فنية لصنع أعماله الفنية. الأشياء التي تبدو غير مهمة للآخرين هي مواد ذات قيمة كبيرة لغالب الذي يأمل أن يواصل عمله كرسالة. لأن أرى أنه خلق القيمة من شيء ليس له قيمة ربما يلفت اسمه ذوي الأبصار والبصيرة والتذوق الجمالي. ينظف غالب المواد ويعيد تشكيلها ليظل مشغولا بشيء يستمتع به. عندما يكون سعيدا بالنتيجة يضع فنه على حائط بجوار باقي أعماله، ويأمل غالب أن يعمل في قطع أكبر يوما ما، مما يسمح له بالتعبير عن مفاهيم وأفكار ثقافية أعمق. ختاما لنشرتنا، هذا تذكير بأهم العناوين. As cases increase, we are continuing to recommend that all countries make containment their highest priority. بعد أكثر من 3,000 حالة وفاة أدهانون، يطالب دول العالم بأن يكون احتواء كورونا في صدارة الأولويات. كما قلنا أدت إلى الاستشهاد أحد أبنائنا. عقب هجوم انتحاري هشام المشميشي، وزير داخلية تونس يعلن مقتل رجل أمن وإصابة 6 آخرين. واشنطن تعرقل إعلانا في الأمم المتحدة يدعم اتفاق روسيا تركيا لوقف إطلاق النار في إدلب السورية. وصلنا مشاهدينا إلى ختام نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.